أكد أطباء ومختصون أن المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا ليسوا بين الفئات التي تحتل الأولوية في أخذ اللقاح، مشيرين إلى عدم وجود دواعٍ صحية ماسة تجعلهم بين الفئات الأكثر حاجة له، وأوضحوا أن إجراء فحص الأجسام المضادة يساعد على تحديد الأشخاص الأكثر حاجة للقاح. أنا أنصح أنه كل إنسان قبل أن يعطى اللقاح أن يعمل له الأجسام المضادة، إذا كان إيه عنده اجسام مضاده او كان قد اصيب سابقا ومسجل على انه اصيب الا يعطى اللقاح العلم يقول الذي اصيب عاده لا يصاب مره ثانيه وكل التقارير التي تقول انه اصيب مره ثانيه هذه يعني تكون مش دقيقه هي تكون انتكاسه للمرض الاولاني وعاده تكون يعني بين شهر الى شهرين من الاصابه الاولى، فبالتالي هو لن يصاب مره ثانيه. مع الوقت ان شاء الله يكون في عندنا فحص اجسام مضاده حتى نشوف معدل الاي جي جي عند الاشخاص حتى نقدر نقيم هالشخص الشخص بحاجه المطعم او لا، لكن في الوضع الحالي انه بالعكس انه ما بنحطه ضمن اولوياتنا ويكون بال يعني الفئات الاكثر اختطار يكونوا هم الاولويه خصوصا في شح المطاعم عالميا. فئتين من المتعافين، الفئه الاولى هم المتعافين بدون اعراض. وهدول دائما بيسالوا هل يجب علينا ان ناخذ اللقاح الجواب حقيقه من وجهه نظري انه يعطى لهم حريه الاختيار فممكن واحد يقول لك انا انصبت الشهر الماضي فبالتالي ما في داعي اني اخذ اللقاح الفئه الثانيه اللي حابب اتحدث عنها هم الفئه اللي تعافوا ولكن بقيت لديهم أعراض مثل الصداع مثل فقدان حاسة الشم والتذوق لا بل حالات التهابية مزمنة مثل الرعاش ومنهم من أصيبوا فشل كلوي هؤلاء يا سيدي يجب قبل أن نعطيهم اللقاح أن نقيمهم سريريا بشكل دقيق لأنه ممكن اللقاح أن يؤثر عليهم